السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم الطبخ مع زينب. جيت اليوم قدم لكم الوصفة اللي هي جينواز كتصدق 100%، وهذه إن شاء الله أكيد غادي تصدق معكم. كي كتشوفوا كتجي عالية ومفشفشة، ويمكن لكم تديروها في أي شكل من الأشكال ديال الليمون. قبل ما ندوزوا المكونات وطريقة التحضير، نتمنى تديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناة فضلا وليس أمرا. على بركة الله نبقوا مع المقادير. بسم الله. عندنا 5 ديال البيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة، عندنا كاس ديال السكر خشن، عندنا كاس ونص ديال الطحين الخاص بالحلويات، وعندنا 1 فانيلا 7 غرام، وعندنا 1 خمارة حمراء 8 غرام. كنستعملوا غير النصف ديالها، ما كنستعملوهاش كاملة. بقاو معايا نشوفوا الطريقة. كي كتشوفوا معايا كندير 5 ديال البيضات في المول اللي سبق وذكرتهم في الوصفة، كنطربوهم مزيان. هذا هو السر. درت قبيصه ديال الملحه ديجا، كنطربوهم مزيان حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض ديالنا. ضروري ان نطربو حتى يتبدل لينا اللون ديال البيض ديالنا، عاد نبقى نضيفو سنيده شويه بشويه حتى كيولي لنا اللون كريمي. ها نتوما معايا، من بعد ما ضفت له واحد صاشي ديال فاني وشويه ديال السكر الخشن، كنطربو مزيان مزيان. كيسبق وقلت لكم حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض، وانا غادي نحاول نزرب لكم شويه لا فيديو باش ما يجيكمش طويل. هانتوما معايا. من بعد ما ساليت من العمليه ديال سنيده وطربته مزيان، كيتبدل لي اللون ديال البيض. كي كتشوفوا زدتو نصف كاس ديال الطحين اللي ديجا مغربلاه، كنكمل في هاد العمليه. من بعد كنزيدو البقيه ديال الطحين وكنكمل بالطراب اليدوي. كي قلت لكم كنبقى نكمل بالطراب اليدوي حتى كتجانس لي العناصر مع بعضها مزيان، وكتكون هذه هي العمليه الاخيره. كنكونوا ديجا موجدين المول ديالنا. اللي بغى يدير له بابي كويسون، اللي بغى يدهنوا بالزبده ويدير له الطحين، حيت هي شويه كتعذب ملي كنبغيو نحيدوها من المول. كي كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه النهائيه، كتجي مشفشه وروعه. وغادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي نزوق الجينواز ديالي ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه، وشكرا. الى فيديو قادم ان شاء الله.